كتير عندي اشي هلا بتكون يبست، حرام عن جد. هلا ان شاء الله يكون عم بتند الدنيا بس مشان ما ييبسوا. مرحبا يمنى، اهلا، كيفك؟ كيف؟ تمام، انت كيفك؟ كان نهار التنين، قلت له لزوجي الصبح، قلت له شكله الوضع كتير مش منيح اليوم، قال لي لا لا ما في شي ما في شي، هلا شوي وبيروقوا. تركنا البيت وقعدنا بالجنينة، خفنا نقعد بالبيت صراحة، قعدنا بالجنينة وكل شوي يقرب القصف، كل شوي يصير قصف جديد، ونحن وظاهرين من الضيعة اكتشفت انه احنا الوحيدين بعدنا، كل الناس مسكرة وما في سيارات ما في شي. التنين الساعة 5 بعد الظهر ظهرنا من البيت، بقينا لتاني يوم الساعة 9 الصبح لوصلنا على الحدث، أطول مشوار بنعمله. بالضيعة كنت أنا مضي وقتي بأشياء كتيرة، أول شي بعلم، عندي دوام، تاني شي عندي جنينة أشتغل فيها، عندي صوفاتي، عندي كتبة أقرأ، هون قاعدة هيك يعني. ومنيح إني جبتهم معي، عن جد منيح إني جبتهم معي، مع إنه حدا غيري ما بفكر فيهم بهالوقت هيدا وبهالظرف هيدا. واللي بيقهرك أكتر إنك ظهرتي بطريقة ما عرفتي كيف ظهرتي من بيتك، ما طلعتي وراكي. عندي بسينات حلوين تركتهم، كل شيء كل شيء تركناه، ذكرياتنا ذكريات أولادنا، كل شيء كل شيء تركناه ورانا، تياب ما ظهرنا معنا. ما بعرف، على أمل نحن نقول مشي شوي وبتروق شوي وبتروق، طلعت لا مش شوي وبتروق. هاي قشطة وهي بنتها وهي فحمة. هيدي بنتها كانت مخلفة 3، بعضهم صغار حرام ما بعرف شو صار فيهم، انه حطينا لهم اكل كتير بس قد ما نحط لهم ما حيكفيهم. وفي عندي البسين اللي كتير بحبها قشطة، هيدي بعدني لهلا كل يوم ببكي وبقول يا ريتني ظهرتها معي، هي طرشة ما بتسمع، وعطول بقول يا رب يا رب، هيك بعت لهم عصافير، بعت لهم سقايات، بعت لهم اشياء يتصيدوها وياكلوا ويبقوا بالبيت. والله تعرفي انا بعمل مونتي بالضيعة، فكنت ناوية التنين محضرة كل غراضي مشان أعمل كشك، وشارية 6 سطولة لبن. يا الله بتركهم بالبراد، طيب حيعفنوا ومش عارفة حالي أيمتى برجع. فنزلتهم معي بالسيارة، ابني ضرب على راسه، قلت له معلش، المهم إنه ما بقيوا بالبراد تطلع ريحته. بدي اشوف اذا مصورتها او لا، في عندي وحده زاويه هيك، جنينتي الحلوه اللي قلبي ما كثير مقهور عليها، عندي زريعه كثير حلوه كثير مش شوي. ما بتصدقي قد ايه عندي كفوف لاشتغل فيهم، بس ما بعرف كيف بشلحهم، ما بعرف ما بحس حتى كيف بشلحهم، لانه يمكن نحن من التراب بنرتاح بس نشتغل فيها. كنا هلأ أكيد عم نحوش زيتوناتنا اللي تركناهم على الشجرات، من كنا عم نجمع حطبيتنا، منحضر لنزرع أشياء للشتوية.